السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها اهميه الانشطه الرياضيه والفعاليات الابداعيه في ظل ما تعيشه البلاد من ازمات خلال السنوات الاربع الماضيه. في 8 مارس الجاري شهدت حضرموت حدثا جماهيريا نوعيا على مستوى الجمهورية، تمثل في نهائي البطولة السادسة لكأس حضرموت لكرة القدم والتي جرت بين فريقي تضامن وسمعون على استاد بارادن بمدينة المكلا. نشاط رياضي جماهيري حاشد بزخم تكاد تنفرد به حضرموت عن غيرها من المحافظات. وبعيدا عن التقييم الفني للبطولة الرياضية المحلية، أردنا في هذه الحلقة التركيز على أهمية انتظام الأنشطة الشبابية والرياضية والإبداعية وانعكاساتها الاجتماعية والمعنوية على المجتمع في ظل حرب وكوارث متوالية ومعاناة يعيشها الناس. ما الذي تعنيه الأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية في حالة يتعرض فيها الشباب لاستقطاب سلبي لتجنيدهم مع جماعات متطرفة أو لاستقطابهم في مستنقع الانحراف الأخلاقي ودهاليز الضياع؟ سنناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيوف الحلقة من العاصمة الأردنية عمان. سيكون معنا الناشط الإعلامي عبد الله بارعية، ومن العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب الشباب والرياضة نعمان شاهر، ومن محافظة مأرب مدير مكتب الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان، وسينضم إلينا لاحقا من حضرموت الإعلامي الرياضي فادي حقان. إذن مشاهدينا، أبدأ مع ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الناشط الإعلامي عبد الله صلاح بالرعية. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور لكل متابعي برنامج من بين قوسين. تحياتي لك زميلي. بداية من بين قوسين، حضرموت في 8 مارس كما تحدثت في عرس كروية، عرس جماهيري حضره الآلاف في ملعب الوقيد بارادن. هذا العرس الذي يعتبر نقلة نوعية في مدى استقرار الأمن والأمان في اليمن بشكل عام، وحضرموت تعتبر كبرى محافظات اليمن وثلث اليمن كما تعرف زميلي. نعم، إذن بهذا الحدث الكبير الذي يعني تمثلت به حضرموت واحتفلت به. نعم، لكن يعني سيد عبد الله، بالنسبة للأنشطة الرياضية، يعني هناك فعاليات كثيرة ما نسمعها في محافظة في عدن وفي أيضا لاحج، ولكن نشاهد هناك زخم رياضي، لكن ما حدث في حضرموت يعني زخم رياضي الكثير يندهش بما يحدث في هذه المحافظة وفي أيضا تفاعل الجماهير الغير طبيعي. نعم، دعني أحدثك بداية عن حضرموت. كما قلت سابقا، من بين قوسين حضرموت، هذه حضرموت المنطقة الجغرافية التي أبت إلا أن تكون آمنة مستقرة، أبت إلا أن تكون نموذج لليمن بشكل عام، ولحد اللحظة يعني تعتبر حضرموت منبر للعلم، منبر للنشاط، منبر للثقافة، منبر للفن. حضرموت هذه البقعة الجغرافية التي رغم الآلام التي تعيشها الاقتصادية، نحن بعيدين نوعا ما عن ألم الحرب الكبيرة التي تعاني منها باقي المحافظات، لكن حضرموت تحاول بقدر الإمكان أن تفوق من غيبوبة الماضي، السنين الماضية التي تألمت فيها جراء دخول القوى الشر إلى هذه المحافظة. تعافت بشكل ملحوظ جدا، المعافاة والصحة التي رعاها العالم بشكل عام في حضرموت في المباراة الماضية كان هذا الشيء كبير. بالنسبة للمبادرات الثقافية، حضرموت حاضرة في هذه المبادرات. بالأمس كانت هناك مبادرة من محافظ المحافظة اللي هو ركن فرس سالمين البحسني في برنامج أنام الإبداع. هذه المبادرة التي جمعت أكثر من 100 رسامة ويفوقون هذا العدد في هذا البرنامج لكي يرسموا الحياة الحقيقية للبلد، الحياة الحقيقية التي
نتمنى أن نشاهدها بهذه الأنامل المبدعة. أيضا منصة شباب التي كانت فيها مناظرات شبابية تعالج القضايا، أيضا المهرجانات التي متواجدة في ساحل حضرموت، وأهمها مهرجان حضرموت، المهرجان الذي كان فيه الكثير من الفقرات المتنوعة، الكثير من الألعاب أيضا للأطفال، الاستقرار السياحي نوعا ما لبعض المحافظات. حضرموت لم تعد يعني كما كانت، حضرموت الآن هي محافظة حضرموت ومحافظة نعم شبوة ومحافظة المهرة، حضرموت أيضا محافظة عدن، الكل نزح إليها، لم تصب أي خيمة، لكن بقت حضرموت، هذه الثقافة، هذا الفن، هذه الحضارة، وهذه المبادرات الشبابية، حتى باستقطاب هؤلاء النازحين الذين قدموا إلى حضرموت، هم أهل وناسنا، أيضا كانوا مشاركين في مدى الترابط الأسري بين الجميع. حضرموت مسماها من السابق حاضنة للفن وباعثة للفن في حضرموت سواء كان أو في طيب خارجها. سيد عبد الله، سأعود لأكمل معك، ولكن سنشرك معنا في النقاش، سينضم هنا من العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب الشباب والرياضة هناك نعمان شهر. سيد نعمان، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. أهلا بك سيد نعمان، يعني لو تحدثنا عن طبيعة الأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات المحررة عموما وفي محافظة حضرموت على وجه التحديد. محافظة عدن قصدك؟ نعم، إذا تفضل، يعني نحن حديثنا هو شامل على العديد من المحافظات منها حضرموت، ولو تعطينا عن عدن المدينة التي تتواجد فيها حاليا. هناك أنشطة كثيرة الآن في محافظة عدن، منها النشاط الكروي القائم بدوري بلقيس الذي تنظمه شركة طيران بلقيس، وهو دوري قوي جدا، أنعش الحياة الرياضية كثيرا في عدن، وكثير من المباريات التي شاهدناها شهدت زخما جماهيريا كبيرا وحضور متنامي للجماهير في كل مباراة. وأيضا هناك يسبق هذه المباريات مباريات للفئات الصغار، فئات البراعم، تم تنظيمها بالتنسيق مع الأندية واتحاد كرة القدم فرع عدن. ولدينا أنشطة في جميع الألعاب الأخرى، لدينا أنشطة ننظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة التربية في عدن وإدارة الأنشطة المدرسية في عدن. أقمنا عدة مسابقات في الشطرنج وكرة السلة التي ما زالت قائمة الآن، وأيضا في كرة الطاولة والساحة والميدان. كما تشهد عندنا أيضا أنشطة ثقافية وتثقيفية، أيضا وتم النزول لكثير من المدارس لشرح مخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع وعلى الشباب. والعمل يعني الرياضي في عدن استعاد زخمه السابق، ونتمنى أن يكون هناك أيضا اهتمام من قيادة المحافظة ليتواصل هذا النشاط. نعم، إذا يعني لو أتينا للدعم الرسمي وأيضا قيادة المحافظة، يعني ما حجم الدعم الرسمي للأنشطة الشبابية والإبداعية في العاصمة المؤقتة؟ للأسف في عدن ليس هناك أي تفاعل رسمي من قيادة المحافظة مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وسعينا كثيرا للتواصل معهم ولكن يبدو أن لهم أولويات أخرى. نعم، إذا ابقى معي سيد نعمان وأذهب لضيفي عبر السكايب من حضرموت السيد أو الناشط الإعلامي عبد الله صلاح برعية. سيد عبد الله، يعني نتساءل هنا، يعني أنتم كمجتمع في حضرموت، يعني ما الذي تمثله الأنشطة الرياضية لكم كمجتمع؟ حضرموت في الكرة بشكل مخصوص وفي كل الألعاب الشعبية، حضرموت حاضرة، حضرموت يعني في المنتخب الدولي لليمن، هناك صالح الربيعة، هناك العمقي، هناك الكثير من اللاعبين الذين هو
ولكن اسمهم حضرموت. حضرموت في الرياضة بحاجة جدا إلى هذا الاهتمام من الرياضة، لأن ربما نقول بأن حضرموت عرفت بالرياضة في الثامن من مارس، لكن حضرموت في كل سنين مما مضى تعتبر يعني يعتبرون أشياء أساسية من ممارسات حياتهم اليومية. لكن هناك نقص في مدى أثر هذا النشاط الذي يهتم به الحضارة، لم ينقل عبر الشاشة، لكن قناة حضرموت هذه المرة عندما نشرت هذا الحدث كان هناك تعجب من مدى اهتمام الحضارة بكرة القدم، ولربما نقول أنها بداية خير لنشر هذه هؤلاء العمالقة في كرة القدم. في الأنشطة الأخرى، في الرياضات الأخرى، في كرة السلة هناك أندية نادي مكلة لكرة السلة، هناك أشخاص أيضا في وقت الأزمة لا يحضرون اسم الطفل الذي فاز بالبطولة العربية في الشطرنج. في كثير من الرياضات حضرموت حاضرة في كل النشاطات. نعم، طيب يعني سيد عبد الله، يعني ما سر هذا التألق الذي تظهر به حضرموت في الجانب الرياضي؟ يعني هل يمكن القول أن هذا والسر وراء هذا الأمر هو الاهتمام الرسمي بالمحافظة، أم أن يعني الموضوع عائد على رغبة الشباب والمجتمع؟ لا ننكر جهد المحافظة، خصوصا بقيادتها المحافظة اللواء ركن فارس سالمين البحسني. هذا الذي يهتم بكل تفاصيل المحافظة، يهتم بها ثقافيا، يهتم بها رياضيا، يهتم بها امنيا بشكل اساسي في كل خطاباته وفي كل اقواله. لكن المجتمع الحضرمي، يعني لربما نظرتم الى الصورة التي شاهدتموه فيها، الحياة وكرة القدم هي يعني جزء من ممارسات الحياة الطبيعية التي تؤلف القلوب، هذه الكرة الساخنة كما يقولون. لا أعلم، لا أعلم كيف أصف مدى رغبة الشعب في الخروج من هذه الأزمة. يعني أحدثك عن المجتمع بشكل عام، لا أحدثك عن شيء إيجابي، لكن دعني أحدثك عن شيء سلبي. لربما لاحظنا قبل فترة من الفترات هناك إعدام، هناك جماهير حضرت لكي تشاهد هذا الأمر. نحن بحاجة في المجتمع اليمني بشكل عام بحاجة إلى أن ننسى، نتناسى نوعا ما كل الألم الذي نعيشه في هذه الأيام وفي الأيام الماضية التي مرت علينا. نحتاج إلى أن تكون هناك أكثر من مباراة وأكثر من مهرجان وأكثر من حدث فني وأكثر من معرض لكي نعيد أن نستعيد الحياة نوعا ما، نفيق من هذه الغيبوبة التي نعيشها المليئة بالحزن، مليئة بأجهزة الدبابات، مليئة بأجهزة البنادق، مليئة بالأجهزة التي تصغي الأذن، ليست بأجهزة مريحة للإنسان. نعم، يعني إذن سيد عبد الله، سأعود لأكمل معك الأزمة. هذه الأزمة نحن منها ونحن نتعامل، نعم، لكن بقدر الإمكان. إذا سأعود إليك سيد عبد الله، سأكمل معك الكثير من التفاصيل حول مدينة حضرموت والرياضة فيها، ولكن سنذهب سويا الآن لنشاهد هذا الاستطلاع من محافظة حضرموت حول الأنشطة أو أهمية الأنشطة الشبابية والإبداعية في محافظة حضرموت، نتابع سويا. الأنشطة التي قامت فيها عدة أنشطة، ليست كرة القدم، فيها عدة أشياء، كرة طائرة، كرة قدم. وأنا أقول من هنا من وجهة نظرنا أن النشاط هذا فعلا يحبب للشباب حب الرياضة وحب الفراغ الموجود عند الشباب، وإبعادهم عن الغلو والإرهاب التي البعض منها استفاد منها في ظل ركود الأنشطة في جميع المحافظات. الناس حضرت هذه المباريات نوعا ما خففت من معاناتهم وجنبتهم شيء من المعاناة التي كانوا يعانوها في غلاء الأسعار، في أشياء كثيرة، وكان الناس يعني كما تقول في حالة نزهة، في حالة من النسيان، نسيان صعوبات الحياة عندما يحضرون هذه المباراة، يعني كأنهم ينسون المعاناة نوعا ما، نستهم المعاناة. أن تعطي للشباب أولا متنفس كبير جدا يبحث عنه الشباب،
ايضا الاباء الاسر كانت تلحف للرياضه لانها مسكت اولادهم في اماكن طيبه، مثلا الانديه الفرق الشعبيه. ان الرياضه نقول نحن ان شاء الله تساهم بمساهمه كبيره في يعلي الشباب ان يتابع مثلا، لانه بتكون في وقت محصور، العصريات بيكون في ارضيه الملعب، المساء طبعا كل واحد يكون في بيته والصباح في عمله، فالعصريه هذه اللي هي الفراغ للشباب يكون يستغلون يكون في مشاهده في الملاعب. ايضا الرياضه اللي فيها شيء من الوطنيه، تبدا انت بحب ناديك ومن ثم احب منطقتك ومن ثم تحب المحافظه بالكامل ومن ثم تحب الوطن بالكامل، فهذا جزء من الجانب الذي تخدمه الرياضه. نعم، بالنسبه لكاس حضرموت خفف من معاناة الشعب اليمني، وما شاء الله كان دوري ممتاز. إن شاء الله نتمنى من توفير هذه الأنشطة أكثر، مش في كرة القدم بس، إن شاء الله نتمنى في جميع الألعاب، وتكون على الساحل والوادي، وإن شاء الله نتمنى من الهيئة المختصة بالرياضة توفير المنشآت الرياضية في المستقبل. كأس حضرموت كان له تأثير جدا إيجابي في لم وتجارب الشباب، رغم ما تمر به الظروف هذه الأيام، ظروف اليمن، لكن إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة حضرموت حول الأنشطة الرياضية. ونعود لضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب الشباب والرياضة هناك، سيد نعمان شاهر. يعني سيد نعمان، ما أهمية إقامة الأنشطة الرياضية والإبداعية والثقافية أيضا في ظل الوضع القائم الذي تعيشه البلاد؟ طبعا إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية في أي مجتمع هي تساهم في أولا بناء مجتمع صحي، خاصة الاهتمام الكبير بالفئات العمرية الصغيرة من السن الصغير من سن البراعم، وبهذا بالتأكيد ينعكس على المجتمع. أيضا تفجير طاقات الشباب في ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، وإشغال الشباب بالنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي، يساهم كثيرا في مكافحة التطرف وأيضا مكافحة المخدرات، وتوجيه الطاقة الشبابية في التوجه الصحيح. نعم، لكن سيد نعمان، يعني هل هناك صعوبات ومعوقات أنتم في مكتب الشباب والرياضة تواجهكم في يعني سبيل إنجاز الكثير من الفعاليات الرياضية وأيضا الإبداعية؟ الصعوبات كبيرة جدا، أولها صعوبات مالية، معظم الأندية تعاني من شحة المال ونقص الدعم سواء الحكومي أو الشعبي أو من الإدارة المحلية. يعني لا يمكن أن تقيم أنشطة متواصلة متطورة على يعني لجميع الفئات الشبابية والفئات السنية المختلفة في ظل هذا النقص الكبير للتمويل. ضروري جدا من دعم الأندية والاتحادات في كل الوطن وليس فقط في عدن. أيضا معظم المنشآت الرياضية دمرت خلال الحرب، وإلى حد الآن لم يقم بإعادة بنائها. يعني أعطيك بس فقط مثل، عدن الآن ليس فيها صالة رياضية قانونية. نعم. الصالة الوحيدة التي ممكن أن يمارس فيها الأنشطة المختلفة اللي هي الصالة المتعددة الأغراض في الشيخ عثمان. نعم. في صالة علي أسعد الشهيد علي أسعد مثنى. نعم. مدمرة، ونتمنى أن تقوم الجهات المعنية بإعادة تأهيلها من جديد.
نعم، إذن ابقى معي سيد نعمان، ونذهب لضيفنا عبر سكايب السيد عبد الله صلاح بارعية. سيد عبد الله، يعني الكثير أو البعض يقول أن استمرار الأنشطة الرياضية في حضرموت يعني بهذا الاهتمام هو يعود الفضل في ذلك إلى رجال الأعمال الحضارم الذين يعني بدونهم كانت هذه الأنشطة ستكون ضعيفة جدا مقارنة بما هي عليه الآن. يعني ما دقة هذا الطرح؟ لست على علم بتفاصيل هذا الطرح الذي تقوله، لكن دعني أحدثك عن التكامل الذي يحدث في حضرموت. هناك تكامل مجتمعي، تكامل من السلطة، تكامل من رجال الأعمال سواء كانوا داخل البلاد أو خارج البلاد. التكامل ينتج عنه بذرة حسنة. نحن لا نهتم إذا كان هناك رجال أعمال، هناك السلطة المحلية، هناك المجتمع. المهم أن هناك نتج عن هذا الفعل، هذا الفعل الذي تحتاجه حضرموت في الوقت الحالي، تحتاجه لكي تلملم جراحها، أيضاً تنوم الشمل لكل الأطياف وكل الأطراف وكل الجماعات لكي يكونوا يعني موطن حقيقي يحتاجه الإنسان في الوقت الحالي. لكن إذا كان هناك بعض من الرجال وكانوا من الداخل، هو أيضا يعني ما يؤكد هذه النقطة سيد عبد الله، يعني هناك أيضا نادي باسم أو دوري عفوا باسم رجل الأعمال بقشان، وأيضا هناك تبني أو دعم كبير من رجال الأعمال للسلطة المحلية في إنجاز هذه الأنشطة في حضرموت، وهذا ما بات يعني معروف لدى الجميع. لم أسمع عن دوري بقشان حتى اللحظة، لكن إذا كان هناك في دوري لرجل مثل بقشان أو محفوظ أو العمودي، هي حالة جيدة سيد عبد الله، يعني هنا ليس الموضوع وإنما كل شيء في سبيل تشجيع الرياضة يجوز يعني. كما قلت يشكرون على كل ما يقدمونه للرياضة، للثقافة، للفن. بقشان هو داعم لكثير من الأعمال الإبداعية التي كانت في حضرموت، كثير من رجال الأعمال أيضا كانوا داعمين لمثل هذه الأحداث وهذه البرامج التي تحتاجها كما قلت آنفا حضرموت. نحتاج إلى الجميع في الوقت الحالي، نحتاج إلى رجال الأعمال. الفضل الكبير إذا كان لهم فهذا يجزون عليه، كما قلت إذا كانت لديكم عن هذا الأمر، إذا كانت من السلطة المحلية أيضا يجزون عليه، إذا كان حتى من المجتمع بشكل عام، إذا كان الأساس هذا الكأس بنسخته الثالثة أو المبادرات الثقافية التي تحدث في حضرموت من المجتمع سواء كانت أو من رجال الأعمال سواء كانوا أو كانوا من السلطة المحلية. جميل، إذن ابقى معي سيد عبد الله، ونذهب الآن لمحافظة مأرب. سينضم إلينا من هناك مدير مكتب الشباب والرياضة هناك السيد علي عبد الله حشوان. سيد علي مساء الخير. يا نور عليك وعلى ضيوفك الكرام اخي العزيز. اهلا بك سيد علي، يعني لو تحدثنا عن طبيعة الأنشطة الرياضية والإبداعية في محافظة حضرموت. مأرب. في محافظة مأرب. عفوا في مأرب، عفوا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الحديث يعني طال عن محافظة حضرموت فصار التركيز كثير على حضرموت، تفضل سيد علي. ماشي مشكلة. أخي العزيز، في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة مأرب وفي إطار الرعاية الكريمة والاهتمام بالشباب من قبل معالي الأخ الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة واللواء سلطان من الراجع محافظ المحافظة، تم وضع الخطط والبرامج للموسم الرياضي 2018-2019 لما يقارب 11 اتحاد رياضي، وتم وضع خطط في الجانب الشبابي وفي جانب التأهيل والتدريب وفي جانب البنية التحتية. طبعا ينفذ حاليا دوري كأس رئيس الجمهورية الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية 21 فبراير،
مشاركة 12 نادي رسمي، وهناك نفذ دوري رياضي للفرق الشعبية بمديرية الجوبة على كأس الشهداء، وينفذ حاليا الدوري الآن في مديرية حريب. نعم. مشترك ما بين محافظة مارب ومحافظة كبوة. نعم. لعدد ما يقارب 18 فريق رياضي. فطبعا فيه كانت هناك لنا مشاركة في البطولة العربية في المهران بالشطرنج، وكان لاعبينا كانوا لهم إبداعات مميزة بشهادة الجميع، وها نحن الآن نشارك الآن في البطولة الدولية التي تقام في الشرقية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وحققوا شبابنا مراكز وهم الوحيدين الذين يمثلوا اليمن في هذه البطولة الدولية. إذن جميل، يعني الكثير من الأنشطة الرياضية ذكرتها سيد علي، لكن يعني نتساءل هنا لماذا لا نجد الزخم الكبير في محافظة مأرب للأنشطة الرياضية كما نلاحظه في محافظة حضرموت؟ طبعا انت لا يخفى بانه الحمد لله يعني مأرب الان مستقره وامنه وكذا، ولا وكانت في وضع استثنائي يعني المحافظه، وكان ينقصها الكثير، يعني كانت تنقصها الملاعب، كان ينقصها البنيه التحتيه. الان يشيد الان ملعب الان، وهو ان شاء الله يعني في خلال 3 أشهر سينتهي العمل. يعني ملاعب كانت المحافظه محرومه يعني من الملاعب. نعم. إذن ابقى معي ومشاهدينا، سنذهب الآن للعاصمة المؤقتة عدن لضيفنا من هناك السيد نعمان شاهر. يعني سيد نعمان، نتساءل هنا يعني هل لديكم مشاريع أو خطط في مكتب الشباب والرياضة للنهوض أكثر بالمستوى الرياضي في العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم، قدمنا خطة شاملة للنشاط الرياضي الذي نطلب أن نقيمه في عدن للعام 2019، وقدمنا خطة متكاملة للأخوة وزارة الشباب والرياضة. نعم. وقطع منها إلى القيادة محافظة عدن. نعم. ونتمنى أن نستطيع أن ننفذ ولو 50% من هذه الخطة التي ترتكز بالشكل الأساسي على تفعيل جميع الفئات السنية في مختلف الأفعال، ونشاط متكامل متوازي مع إدارة التربية والتعليم في عدن والأنشطة المدرسية في عدن، ونتمنى أن نحقق شيئا طيبا إن شاء الله. نعم، لكن سيد نعمان هنا تساؤل أخير، أو ليس تساؤل وإنما رسالة تود قولها من خلال شاشة بلقيس للرياضيين والجماهير الرياضية وأيضا الجهات المعنية في الشأن الرياضي. يعني رسالة واحدة، رسالة سلام ومحبة للجميع. أتمنى أن يستوعب الجميع هذا الأمر، و الدفع بشبابنا لممارسة الرياضة في لمختلف الألعاب، وأتمنى التفاعل الكبير من وزارة الشباب والرياضة والقيادة المحلية، قيادة السلطة المحلية، لاستيعاب النشاط الرياضي لجميع الشباب في عدن. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد نعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن. ومشاهدينا، سنذهب الآن سويا لمشاهدة استطلاع حول أهمية الأنشطة الشبابية والإبداعية في تعز، نتابع هذا الاستطلاع سويا. الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب في اليمن دورها كبير جدا في التخفيف والحد من المعاناة التي يعانيها المواطن اليمني من جراء الحرب. الثقافة، العروض والمعارض التشكيلية التي تحصل داخل اليمن كذلك تجذب كثير من الشباب الذين يحاولون أن يمارسون الهوايات الخاصة بهم
اليمن عامة وتعز خاصة. مرت 4 سنين من الحرب والتنكيل والقصف وأجواء الحرب. الآن نطالب الجهات الرسمية، مكتب الثقافة، مكتب الشباب والرياضة في محافظة تعز، إلى إنعاش الجانب الثقافي، الجانب الإبداعي، الجانب الترفيهي. نحن الآن نطالب الجهات الرسمية بتغيير أجواء الحرب. أجواء الحرب اكتفينا منها، نحن الآن نطالب بفتح المتنزهات، فتح الأنشطة الرياضية، المسابقات الثقافية، المهرجانات. نحن الآن مقبلين على الصيف، نريد مهرجانات صيفية لتنعش الحياة، لتعيد للناس الأمل في الحياة، لتعيد لنا معنى تعز الحقيقي، معنى اليمن، معنى الأرض الإبداعية. نريد أن ننمي قدرات الشباب، القدرات الإبداعية، القدرات الرياضية، القدرات الثقافية. طبعا الأنشطة الرياضية في اليمن وخاصة أثناء الحصار الغاشم على مدينة تعز لا توجد أنشطة رياضية متاحة لنا، ولكن بفضل الله تعالى بعد تحرر معظم أجزاء مدينة تعز بدأت الأنشطة الرياضية تظهر في مدينة تعز، وأيضا في عدن بدأت الأنشطة الرياضية بشكل أكبر. وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بالشباب، لأن الرياضة هي مصدر ثقافة ثقافية تعتبر، ومصدر راحة النفس يعني للإنسان اليمني. في إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع من تعز حول الأنشطة الرياضية وأهميتها. ونعود الآن إلى ضيفنا عبر سكايب السيد عبد الله صلاح بارعية. نذهب إلى سيد عبد الله. سيد عبد الله، مرحبا بك مجددا. ويعني كنا نشاهد الآن استطلاع أنه الوضع الأمني هو سبب رئيسي في مسألة يعني جمود الأنشطة الرياضية بهذا الشكل أو بشكل كبير. يعني نتساءل أيضا هنا إلى أي مدى كان للجانب الأمني يعني دور في مسألة بروز النشاط الرياضي في حضرموت بهذا الشكل؟ نعم، صراحة الجانب الأمني مهم جدا لمعرفة مدى يعني انسياب الحياة في هذا الوطن، خصوصا بعد يعني ما لاحظناه في المباراة، الحضور الأمني والترتيب الأمني في المباراة باهتمامهم بكل التفاصيل الأمنية. لو شاهدت المباراة يعني ستتخيل في ذهنك أنا لست في ملعب حضرموت، إنما في خارج حضرموت وفي وطن آخر آمن ومستقر. نعم. هذا الشيء يعزز بمدى قبول المجتمع بحضور مثل هكذا فعاليات، وإنما يعزز للمحافظات الأخرى للقدوم لمشاهدة مثل هذه المبادرات الأنشطة الثقافية والرياضية. نعم. الأمن شيء مهم جدا، هو أساس. لكن هنا سيد علي يتبادر السؤال أنه يعني كيف تنجح التنظيمات المتطرفة وأيضا العصابات الإجرامية في استقطاب الشباب في حضرموت، يعني رغم ما نشاهده من زخم رياضي وحضور كبير للأنشطة؟ سؤالك صعب نوعا ما، لا أستطيع الإجابة عليه، لكن دعني أحدثك عن مدى قبول الشباب ومدى اهتمام الشباب بالثقافة والفن في حضرموت. هذه حضرموت الحقيقة، ما يقال عنها هو جزء بسيط جدا لا يتجزأ. لربما كثير من الشباب سينحازون إلى هذا الأمر الخطير، وهذا الأمر الذي لا يقبله عاقل ولا يقبله وطن ولا تقبله شاب، ولا يقبله شاب بعمر الزهور، شاب مهتم ومتعلم جدا. كلنا شعب نريد الحياة، لا أحد يريد الموت، لكن انحسار من الشباب ليس في حضرموت فقط وإنما في العالم بشكل عام. نقول بأن هذه الفعاليات وهذه الأنشطة ستجعلهم منشغلين بمدى رغبتهم في الرياضة، منشغلين بنوع رغبتهم
مشغولين باهتمامهم بالتعليم، مشغولين ايضا بامن الدوله، استقطاب الدوله ايضا الشباب بالنخبه الحضريه وفي الامن، ايضا هذا الامر مهم جدا لابعادهم عن هذه القوى الخطيره التي لا تهدد اليمن فقط وانما تهدد العالم. نعم، إذا ابقى معي السيد عبد الله، ونذهب إلى محافظة مأرب وإلى مدير مكتب الشباب والرياضة هناك. ولو نتحدث هنا سيد علي عن أهم التحديات التي تواجهكم أنتم في مكتب الشباب والرياضة في النهوض أكثر في بالمستوى الرياضي في المحافظة. جدا كثيرا طبعا، انت تعرف انه الجانب الرياضي والجانب الشبابي يريد مال يعني، فيعني لابد ان تتوفر كل الامكانيات، يعني كل الامكانيات الماديه، وتتوفر المستلزمات الرياضيه، وتتوفر وتستكمل البنيه التحتيه، لان البنيه التحتيه مهمه جدا لكي يتنفس الشباب وكي يؤدي مهاراتهم في اجواء يعني ملائمه وفي اماكن تتناسب معهم. الملاعب طبعا مهمه جدا، توفير المستلزمات مهم جدا، توفير الدعم المادي للانديه والاهتمام بالفرق الشعبيه، وطبعا والشراكه، يعني لابد ان يعي الجميع بانه الشباب هم مسؤوليه الجميع وليس مسؤوليه يعني مكتب الشباب والرياضه او دار الشباب والرياضه. التربيه والتعليم معنيه بالنشء والشباب، التعليم العالي يمثل في الجامعات هو معني، الثقافه هي معنيه، التوجيه المعنوي معني، الأوقاف معنية، يعني الشباب هو منظومة متكاملة وهو منظومة يعني لابد من الاهتمام بهم يعني من كافة القطاعات. فطبعا يعني وزارة الشباب لا تنفصل عن مسؤوليتها، ولكن طبعا الشباب شريحة واسعة وشريحة مهمة جدا، والشباب هم صناع المستقبل. فلا بد على الجميع ان يقوموا بدورهم، ولا بد ان يتم التركيز على القطاع الشبابي والمبادرات الشبابيه وتنميه قدرات الشباب الى جانب الرياضه، حتى يعني انهم مسارين يعني لا غنى للاخر عنها، لانه الشباب بحاجه الى رفع الوعي، وبعدين حتى المجتمع لابد ان يعي بانه الشباب يعني مسؤوليته مسؤوليه جسيمه يعني. فمنظمات المجتمع المدني المعنيه بالشباب لازم ان يكون لها دور في هذا، لابد ان يكون هناك تجار وداعمين ومؤسسات تدعم الشباب، تدعم وليس محصور على يعني ما يصرف من السلطه المحليه او من وزاره الشباب والرياضه. لانه انت تعرف في هذا الوضع اللي احنا نعيشه لابد من التركيز والاهتمام بالشباب بشكل واسع. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر السيد علي عبد الله حشوان مدير مكتب الشباب والرياضه، كنت في محافظة حضرموت، كنت معنا من هناك. وأعود هنا لضيفي عبر سكايب عبد الله برعية، وبنقطة أخيرة فقط يعني نترك لك المساحة للرسالة تود قولها لشباب حضرموت وأيضا للمسؤولين على الجانب الرياضي في الحكومة أو عفوا في المحافظة تحديدا. بداية دعنا نحدث الحكومة ونحدث المحافظة أيضا. بالضبط، تفضل. بداية إلى وزارة الشباب حضرموت، بعد أن شاهدتم هذه الرغبة للرياضة بشكل عام، تريد منكم العديد من الإمكانات لكي تزخر هذه المحافظة بملاعبين لربما يحتاجهم المنتخب آسيا سواء كانت أو حتى نطمح أن نكون في بطولة كأس العالم. نحتاج إلى الملاعب، نحتاج إلى الاهتمام ببناء التعشيب الأخير لاستاد سيون الدولي، هذا الذي بشر به محافظ حضرموت بأنه سيتم تعشيب هذا الاستاد. لكن نريد تعشيب وزارة الشباب والرياضة، نريد أيضا استقطاب عدد أكبر من الشباب في بطولات عربية، في بطولات عالمية، ليس في كرة القدم فقط وإنما في الرياضة.
نحتاج ايضا وزاره الثقافه ان تؤسس مسرح لحضرموت بعد انهيار مسرح الفقيد ابو بكر سالم الفقيد الذي يقع في وسط مدينه المكلا. حضرموت بعدها لم تهدى او يهدى لها مسرح يليق بعمالقه هذه المحافظه الفنيين والثقافيين والادبيين. نحتاج ايضا لان تكون لان يعني لان نعود الى السينما، يكون هناك في اهتمام بالصوره لكثير من الشباب الذين يريدون قليل الاهتمام بالثقافه بالصوره. نحتاج ايضا الى المعارض الكثيره في حضرموت. نحتاج لكي نعود نتنفس، نعود الى الحياه، نعود الى 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 ما نعرفه. لدينا غيره كبيره من العالم. حضرموت هي انموذج بين قوسين كما قلت انفا، حضرموت انموذج. نتمنى لجميع نعم. إذا نتمنى الكثير والكثير لمحافظة حضرموت، ويعني أن تزدهر ويعني تكون أكثر تقدما ونجاحا في الجانب الرياضي. شكرا لك سيد عبد الله صلاح برعية ناشط إعلامي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وفي الختام أشكر أيضا ضيوفي كان معنا من العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب الشباب والرياضة نعمان شاهر، نشكره كثيرا. والشكر أيضا لعلي عبد الله حشوان مدير مكتب الشباب والرياضة في محافظة مأرب، له الشكر الكثير أيضا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.